سيدة والسادة، حياكم الله لنشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح عدد من المشاريع بالمكلا بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ينفذ حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك. خور المكلا يشهد المهرجان الكرنفالي للتايكوندو وسباقات الطريق وتجديف القوارب. من الإجازة للتفصيل، أهلا بكم. افتتح وزير الثقافة مروان دماج ومحافظ حضرموت صباح اليوم مشروع إعادة تأهيل وترميم حصن القويز التاريخي وإعادة افتتاح المتحف العسكري داخل الحصن ووضع حجر الأساس لمشروع ترميم متحف المكلا بقصر السلطان القعيطي وسط المدينة. وتعرف الوزير دماج والمحافظ البحسني من قبل مدير عام مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت على الأعمال الترميمية التي تمت في حصن الغويزي والمقتنيات التي تم ضمها المتحف العسكري ضمن الحصن، كما افتتح وزير الثقافة ومحافظ حضرموت قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور بمبنى دار باكثير بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وطافا بقاعة المعرض متعرفين من قبل المصور الفوتوغرافي خالد بن عاقلة على المقتنيات والصور التوثيقية المعروضة في الأجنحة المختلفة تضمها قاعة المعرض. أقيم صباح اليوم بولاية المكلا حفل تأبيني في ذكرى أربعينية فقيد الوطن رئيس كتلة حضرموت البرلمانية وأستاذ جغرافيا المدن المشارك بكلية الآداب بجامعة حضرموت الدكتور محمد سالم الجوهي. وفي الحفل أشار محافظ حضرموت إلى صفات الفقيد الجوهي الحميدة، مضيفا أنه كان من أبرز كوادر حضرموت السياسية والأكاديمية والبرلمانية والاجتماعية، وكان له دور في المطالبة بحقوق حضرموت وأبنائها. ووجه المحافظ الجهات المختصة باستكمال بناء المجمع التربوي المتعثر بمنطقة ريدة الجوهيين وإطلاق اسم الفقيد عليه. وألقيت خلال حفل التأبين عدد من الكلمات تطرقت جميعها لجوانب مختلفة في حياة الفقيد وأدواره الوطنية وموقفه اتجاه مختلف القضايا، كما ألقيت قصيدة رثائية. وتخلل حفل التأبين عرض روبورتاج مصور تناول محطات من حياة الفقيد وتوزيع إصدار خاص بالمناسبة حمل عنوان الدكتور محمد سالم الجوهي قوة الكلمة وشجاعة الموقف. وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت حجر الأساس لمشروع بناء خزانين للخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية بمنشآت الشركة بمنطقة خلف بالمكلا، كما وضع حجر أساس آخر لمشروع تطوير الأنبوب البحري وإنشاء المرسى العائم البوية بمنطقة خلف بتمويل ذاتي من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت. وقال محافظ حضرموت بأن مشروعي الخزانين والمرسى العائم يشكلان أهمية استراتيجية كبرى لمحافظة حضرموت ولإحداث استقرار في تمويل المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولي المشاريع الاستراتيجية أولوية قصوى في هذه المرحلة. من جانبه أوضح مدير عام شركة النفط اليمنية فرع الساحل بأن الخزانين يتسعان ل 23 ألف طن من المشتقات النفطية، وقد بدأ العمل في تهيئة موقعهما استعدادا لبدء عمليات الإنشاء للخزانين، وأن مشروع تطوير الأنبوب البحري سيمكن من نقل المشتقات من الناقلات النفطية وإفراغها داخل الخزانات طوال أيام العام. حضر محافظ حضرموت فعالية اليوم الأول لمهرجان الوفاء ذاكرة الخلود التي يقام على مسرح ساحة شهداء حضرموت بمنصة العروض بفوة. وجرى على مسرح ساحة شهداء حضرموت عرض ملحمة تجريبية مسرحية حملت عنوان الروح الخالدة، ويشارك فيها أكثر من 50 ممثلا ومغنيا وراقصا من مدينتي الشحر والمكلا. تناولت تضحية الشهداء ومرحلة التحرير وأم الشهيد ومواضيع أخرى مرتبطة بتحقيق الانتصار الكبير على قوى الشر والإرهاب في 24 أبريل، وعرض أبريت حضرموت المحبة وتقديم رقصات لوحة القناصة ورقصة العدة ورقصة بني مغرزة ورقصة الشرح ورقصة تعبيرية وفرائحية وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال ومسابقة للجمهور وإلقاء عدد من القصائد الشعرية المعبرة.
نشر البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت وشبوة والمهرة بالمكلا حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بتمويل من منظمة اليونيسف وإشراف عام من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، تستمر لمدة 5 أيام. وفي التدشين قال مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن حملة الرش تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في عموم محافظات الجمهورية، حيث تم التدشين مسبقا في العاصمة المؤقتة عدن من قبل وزير الصحة الدكتور ناصر بعوم، وأن التدشين بالمكلا يأتي ضمن 5 مديريات في ساحل حضرموت سوف يتم استهدافها للقضاء على البعوض الطائر الناقل لحمى الضنك. من جانبه أوضح الدكتور ياسر بهشي مدير محور الملاريا الخطة التي سيتم العمل بها في تنفيذ حملة الرش التي تستمر 5 أيام تشمل جميع أحياء ومحاور مديرية المكلا وضواحيها، مضيفا أن هناك حملات مماثلة سيتم تنفيذها في 4 مديريات أخرى في ساحل حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ننتشر هذه الليلة حملة رش لمكافحة حمى الضنك، وهذه الحملة تأتي بدعم الأخوة في منظمة اليونيسف. طبعا هذه الحملة تأتي ضمن خطة الجمهورية اليمنية بشكل عام، في بعض المحافظات تم تنفيذها بدعم من منظمة الصحة العامية وتم تحسينها من قبل وزير الصحة في محافظة عدن، ونحن ندشن اليوم حملة لمحافظة حضرموت في 5 مديريات سوف تنفذ على مدى الأسبوعين القادمة بإذن الله. تستهدف هذه الحملة اليوم مديرية مدينة المكلا، تستمر 5 أيام، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة مكتب الصحة وأيضا محور الملاريا لمكافحة حمى الضنك ضمن حزمة من الخدمات نحن نقوم بها من جانب فيها تثقيف صحي وتوعية للمواطنين للتخلص من مرض والد البعوض، لأن الرش وحده لن ينفع إطلاقا، محتاجين للتدخلات أيضا للأهالي والمواطنين في موضوع التخلص من مرض والد البعوض، وأيضا هناك جانب آخر في جانب أدوية ومستلزمات طبية وأيضا تدريب الكوادر الصحية والمراكز لمعالجة الحالات المرضية. أشكر الأخوة في منظمة اليونيسف والأخوة في محور الملاريا والعاملين المنفذين للحملة، وأشكر السلطة المحلية والمحافظة لأن هذه الحملة تأتي أيضا برعايتهم برعاية معالي وزير الصحة العامة. ياسر عبد الله بهيدي مدير برنامج مكافحة الملاريا المحور. طبعا نحن اليوم نديك حملة الرش الضبابي في مدينة المكلا وضواحيها. هذه الحملة كان مخطط لها تنفذ منذ زمن ولكن تأخرت بعض الشيء بسبب بعض الإجراءات. نحن اليوم ندشنها اليوم مع تزامن حدوث بعض هذه الحملة سينفذها 10 فرق ميدانية عبارة عن 30 عامل رش و10 مدربين و10 سيارات ستقوم جميع أحياء وأزقة الدوالة مدينة المكلا وضواحيها ابتداء من بورير غربا حتى العيد شرقا لمدة 5 أيام موزعة حسب خطوط سير على جميع الفرق الميدانية. ونتمنى إن شاء الله تعالى من هذه الحملة بنهاية هذه الحملة أن تؤدي الغرض المرجو منها. كما نعرف أن حالات الضنك والحميات الفيروسية هي منتشرة على مدار العام، ولكن لها بعض المواسم أو بعض الموجات التي تنتشر فيها وتزداد فيها انتشارا سواء كان في مارس أو في أغسطس أو في نوفمبر. نحن لدينا خطط مسبقة في بداية العام على هذه الفترات، ولكن أحيانا يتم التأخير في استجابة من بعض المنظمات الدولية وبعض الجهات. اندلع حريق عارض في قاعة المجلس المحلي بديوان مديرية سيئون نتج عن التماس كهربائي في أحد المحولات الكهربائية بالقاعة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح. وأوضح مدير مصلحة الدفاع المدني العقيد فائز العريقي بأن المصلحة تلقت بلاغا بواقعة الحريق وتوجهت فرق الإطفاء مباشرة وقامت بإخماد الحريق الذي أسفر عن خسائر مادية في قاعة المجلس المحلي بمديرية سيئون، مضيفا أن أسباب الحريق التماس كهربائي شديد لم يعرف أسبابه، مشيرا بأنه بعد المعاينة سيتم رفع تقرير حول الأسباب الحقيقية للحريق. نفذت مؤسسة به التنمية ورشة عمل حول مناصرة قضايا المرأة المتعلقة في المحاكم الابتدائية، واستهدفت السلطة القضائية بساحل حضرموت والنسوة ذو القضايا المتعلقة بالمحاكم وإعلاميين ونشطاء مجتمعيين. وأكد مدير البرنامج والمشاريع بالمؤسسة المحامي مصعب الفضلي على أهمية هذه الورشة المتمثلة في مناصرة المرأة ومساندتها للسعي من أجل سرعة النظر في قضاياهن المتعلقة أمام المحاكم الابتدائية. وقدمت المحامية علياء الحامدي الورقة الأولى بعنوان اتحاد نساء اليمن فرع ساحل حضرموت ودوره في تقديم العون القانوني للمرأة وإصلاح ذات البين، فيما قدمت ورقة العمل الثانية رئيس مؤسسة سلام وبناء
محمد الكثيري تطرقت إلى تعليق قضايا النساء بالمحاكم وتأثيرها على السلم الاجتماعي، وتخلل الورشة نقاشات وأطروحات مستفيضة. نظمت لجنة الحكام الفرعية بوادي وصحراء حضرموت لقاء عام لحكام ومقيمي كرة القدم بالوادي بالتنسيق مع فرع اتحاد كرة القدم برعاية الشخصية الرياضية والاجتماعية عمر محمد بن حمدون. وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة الفرعية للحكام بالوادي والصحراء الدولي سالم مبارك أهمية هذه اللقاءات التي تجمع الكيان الواحد برغم بعد المسافات وتباعد المناطق المنتمي إليها الجميع، مستعرض العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجهها اللجنة سيما مع كثافة الأنشطة الرياضية من مسابقات والتي ستتواصل خلال شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر، مؤكدا على أهمية الجاهزية البدنية والذهنية أثناء إدارة المباريات. نظم مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وبرعاية محافظ حضرموت في ساحة خور المكلا المهرجان الرياضي والشبابي الكرنفالي في ألعاب رياضة التايكوندو وسباقات الطريق لذوي الاحتياجات الخاصة وتجديف القوارب التي نفذها نجوم حضرموت من أبطال اللعبة المحليين والوطنيين ومشاركة النجوم الدولية. وجسد المهرجان الكرنفالي الدور الكبير الذي قدمته دول التحالف الداعمة لمسيرة التحرير وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد المهرجان الكرنفالي فقرات متعددة منها المشهد القتالي ولوحة احتفالية واستعراض التحطيم والحركات الرياضية ولوحة استعراضية ختامية تعبيرا عن شكر الرياضيين والشباب لرعاية واهتمام المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني بقطاع الرياضة والشباب. كما شهد المهرجان في مشاركة متميزة لأطفال فرقة الأكبرات الذين قدموا فقرات جميلة نالت استحسان الحضور. احتضنت ساحة الملعب الشامل للألعاب الرياضية بملعب الفقيد براد بمدينة المكلا وبحضور حشد جماهيري غفير المنافسات النهائية والحفل الاستعراضي لبطولة حضرموت السنوية لبناء الأجسام التي يشرف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة وينظمها اتحاد بناء الأجسام بساحل حضرموت. وشهدت الفعالية النهائية الختامية للبطولة تنافس ساخر وقوي بين نجوم أندية الساحل المكلا والتضامن وهلال فوة وسمعون ووحدة المكلا وشعب حضرموت ووحدة الحامي، منهم نجوم عربية ووطنية على أوزان البطولة الستة، حيث أكد التقارب بالمستوى مدى التنافس الكبير بين الأبطال الذين زاد فيهم الحماس مع صيحات ومؤازرة الحضور الجماهيري الذي كان ولا زال متميزا ومحبا للعبة وعاشق لها. توج نادي السلام بالغرفة ببطولة كأس فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت الأولى بعد فوزه بركلة الترجيح على فريق شباب القطن بعد تعادلهما بهدف مقابل هدف. وتأتي البطولة التنشيطية الأولى بتنظيم من فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة وبرعاية وكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء. وشارك في البطولة 21 ناديا من الوادي بنظام خروج المغلوب مرتين. أنهى الفريقين شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف في مرمى كل فريق، وانتهت مجريات الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتكما لركلات الترجيح التي استطاع خلالها السلام أن يحقق الفوز بتسجيل 4 أهداف مقابل 3 لشباب القطن. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرة لهذا اليوم، وتذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يفتح عدد من المشاريع بالمكلا بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ينفذ حملة الرشد الضبابي لمكافحة حمى الضنك. خور المكلا يشهر المهرجان الكرنفالي للتايكوندو وسباقات الطريق وتجديف القوارب. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. We'll be right back.